نقدر نهضر ولا سيبون نكمل الهضرة حبيبنا؟ وي تفضل خويا. يزيد فضلك، يعطيك الصحة. بون، انا طلعت نتحداكم كاع كيما راكم، كي انت كي لوسيفر كي ذا جاك لوفو كي انت، بصح كاينه حاجة ما تهبطنيش برك، كونك راجل وما تهبطنيش كيما ذاك تاع مقبل. سمعت كالكو سوا الوسمو تاعي، أنت من أهل السنة والجماعة؟ ما تحوش عليا انا واش نكون. انا مع دوك السلامة نتحداك والدي. باللي انت كذاب. شكرا. معليش عاود ولي خويا. العام الجاي، الشهر الجاي، غدوة، ما تقدر تاخذ وقتك، على بالي بلي غادي ترجع، هذه ما كانت تروح. كي تطلع هنايا، كاسيس، ماريا، يا ربك، يا رب هنايا مجانين الله. كيفاش تطلع عندي؟ كيفاش ما نحوش عليك؟ طالع عندي في اللايف تاعي وتقول لي ما نحوش عليك. إذا أنت من أهل السنة والجماعة اطلع ونتحدى كما قلت أنت. يعني أنت تهضر 5 دقائق وحنا نهضروا دقيقة ونص. هاي ها، إذا أنت من أهل السنة والجماعة. إذا أنت ما كنتش من أهل السنة والجماعة حبيبي، ليس لك مكان معنا يا أخي. إحنا من أهل السنة والجماعة، فهمت؟ إذا أنت من أهل السنة والجماعة اطلع معنا. هم هنا قاع مشاهير الله. لا مو قارم هنا. وي بها نيكم مواتكم كيما راكم يا ولاد الأقحاب، ما عطات استغفر الله واتوب كون اليه. نيكم مواتكم كفار تاع زبي. صدق نحي الله، الشمع، نحي، اسكت يا كافر. نيكم ما نحي نحي الشمع، نحي الشمع، باسكو ما ليش تاع نفهموكش، زبي ما راناش نفهموك يا يما. والله لا، أقوى حجة، هذه أقوى حجة اليوم قاعد أقدمها. استغفر الله. وي اهلا ميهوب، صافا لاباس؟ لاباس خويا. ميهوب، بمناسبة آخر لايف راح تديرو، حبيت نقول لك باللي المنهجية تاعك راح تقعد إن شاء الله، ولي فيديو تاعك اللي راهم في اليوتيوب راح يكونوا باب من أبواب التنوير، وما راحش يكون آخر لايف، راح يكون بالك آخر لايف في التيك توك، ولكن المنهجية هذه اللي بديتها وكنت انت من بين السباقين اللي انتهجوها راح تقعد، وحبيت برك نكمل بواحد المقولة انه عندها معنى عميق، الا وهو عدم الخضوع واحكام العقل هي اكبر جائزة يمكن يتحصل عليها المؤمن في حياته. وشكرا. ميرسي ميرسي، يعطيك الصحة. شكرا حبيبي، شكرا شكرا على اللامور اخويا. ميرسي. هذه وحدة مازال حابة تطلع، هذه انا نقول لها انت مشي من اهل السنة والجماعة ونطلعوا هذا عالي بصح عليك تهبط فيا، على ماكش قادر ونعاود نعاود تناقش، السؤال. ماكش راني قادر خايف، راني تناقش خايف، معليش راني على خايف. حتى تبريسيزي باللي غير اهل السنة والجماعة، على الاخرين تخاف منهم ولا وشنو؟ ما فهمتش، ونموت ولا تحب بالخوف هادو عليهم. الناس اللي مشي مربين ويسبوه؟ معليش هيا قوم دليل. بالك بالقريصات والخشي، هذا راه جديد بالك ما يعرفنيش. دوك تعرفني، دوك تعرفني. بونسوار. 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 سالي سالي، هاي طلعت القورية. ها جابخون لالجيريان. وعليكم السلام كاسيس. دوك ريبيت ريبيت ابخي موا. الو دوك ريبيت ريبيت ابخي موا. الو كاسوس. نو نو فازي. لا 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 كاسيس. كاسكو تي في دير؟ كاسكو تي في لوي دير؟ هي لا كراود. بون، لازم يفهم على الاخر. جو بونس با بلي فهم المشكله نتاعو. راها انا نقول لك راه سخون بزاف بزاف، غادي نطلعوه الخطره الجايه ثاني. هاي جاك اهدر معاه، جاك فهمو فهمو. والله ما تحشم يا ميوب، والله ما تحشم. انا نقول لك نتحداكم كاع كيما راكم، كاع كيما كي انت كي جاك تغلب كي لوسيفر،
نتحداكم قاع معليش بلي تقدر انتوما تحل دي الكاميرا تاعك؟ زامبوستور، معليش انتوما تقدر قاع تحل دي الكاميرا زامبوستور تاعك؟ معليش وكذابين بلي بروف. معليش تقدر تحل الكاميرا تاعك؟ علاه نحل الكاميرا؟ نوني انه انا نحل الكاميرا تاعي. لوسيفر يحل الكاميرا تاعو، نحل الكاميرا نو تاعي. انا وانت انت ناقشوا. تحل الكاميرا تاع انت. شوف انت الاعور الدجال، جاب لي ربي تاور الاعور الدجال. معليش انا نحل باسكو كان قانون جزائري، كي انت تقول تعفس على البخاري ولا تهدر على الطبري ولا يا ودي مش غير قلتها لي هذه على بالي. شوف صاحبي، شوف وي حبيت نفهمك 144. معليش عفصه نونو اغلق المايك. باللي انا دركا قادر معليش حل الكاميرا تاعك كون بلي وتناقش انتوما معايا. كاع كذابين. معليش وي بيان سور احنا كذابين، راكم تشوفوا قراني مناظره يجي عند الملحدين يقول لهم انتم كذابين، بس ما يروحش عند اهل السنه والجماعه. مزيان خويا، شفتوا على لا ديسيزيون اللي درتها، ماشي غير صحيحه، يمكن واحدة من أحسن القرارات اللي اتخذها، وشوي فيها بلي لا ماجوريتي اللي راهم يتبعوا هاد الأخرى تاعك، قرآني أهبط عليا، روح عند أهل السنة والجماعة، أبار نقولها لكم أبار ناس ديزيسبيري ما عندهمش الناس يطلعوهم باسكو باش يعمروا بهم اللايفات، ما كانش اللي يهدر معاهم كاع، خليه إلا صح مناضل يروح يهدر مع أهل السنة والجماعة، ولا يحل اللايفات تاعو، وأوريزمون شفت كاين بعض القرآني راهم يناقشوا شوية أهل السنة والجماعة. واش كان سيسا سافا؟ اسكو تا ابخي كيلكو مون عرب ولا والو؟ دوبوي نو نو باغ كونتخ با سايي سي جي روتوني ناسايتو اسمو مو سا سي ان غران سيانتيفيك. ان غران سيانتيفيك انترناسيونال لا ريفيرونس. Il est toujours là quand il faut confirmer que les versets du Coran sont miraculeux. Mais c'est toi, Isma. Il n'est pas d'origine allemande par hasard. Ça dépend des jours. Parfois il est allemand, parfois il est japonais, parfois il est c'est un canadien. Citoyen parfois... du monde. Nasaitu Ismoho, c'est un mec. Mais c'est une université, Nasaitu Ismoha. La meilleure, c'est l'Arifi qui disait la femme est inférieure à l'homme lorsqu'il s'agit de la mémoire parce que la femme a une glande, Neseitu Ismoha, d'accord, et cette glande en fait lui provoque ce retard. Donc lui-même a oublié la glande. Donc on se demande si lui-même est pourvu de la même glande qui désavantage la femme. Ouais, ça me rappelle. Ça me rappelle les créationnistes qui te disent que Dieu a créé l'homme d'une façon parfaite, et surtout l'œil. Les yeux sont parfaits. Et lui, il porte des lunettes, Lucifer. Ou bien celui qui te prêche contre, tu sais, qui fait des prêches contre la caméra, contre les photos et tout ça, et lui est en train d'être filmé, et puis tu as la vidéo et tu regardes, quoi. Ça, c'est la meilleure. Salam alaikum, personne qui répond. Yo salam. Oui, il y a que des Gaston ici. Pourquoi tu réponds pas quand c'est là dit salam alaikum? Wa alaikum salam khouya. Comme salam, mais je ne sais pas quand c'est wak. Vas-y Abdou. Abdou. Oui, Anis Mafek. Vas-y khouya, vas-y. انا حبيت نقول هذه الهضره، هذه انتوما ملحدين انتوما. الحمد لله. الحمد لله، نعم، والعياذ بالله نقولوا ماشي الحمد لله باسكو. لا نحمد انا لا نحمد لا ربي لا لا لا. نحمد الله سبحانه عز وجل وتعالى اللي خلقني ملحد. ربي سبحانه ما خلقكش ملحد، خلقك اسلام وكرمك هكذا. لا انا الله عز وجل خلقني ملحد الحمد لله. راك تحمد في ربي سبحانه، علاش راك حب؟ انا يا خويا كي تقول لي كرمك ربي نخاف، انا كي نشوف كيفاه كرم المراه نخاف يكرمني الله. لا ربي سبحانه كرمنا كامل، كرمنا على العالمين، المخلوقات تاع ربي سبحانه كامل كرم العبد ديالو. تقدر تقولنا واش كرم الاسلام المراه باش كرمها زوج صور ولا ثلاثه؟
المرأة كرمها من الزمانات آلي بوك قبل ما يجي الرسول عليه الصلاة والسلام. المرأة كانت ترجم، كانت تقتل، كانت تدفن حية. نهار جاء الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى الحرية تاع المرأة وكرم المرأة. قبل الرسول كانوا يدفنوهم حيا النساء جهالة. تخي بيان، ما نقول لي من فضلك الرسول وفي وقت الرسول عليه الصلاة والسلام تقول الرسول ماذا بيصلي عليه؟ معليش ما كاش، اذا كانوا يدفنوا نساحيين، مع من كانوا يتزوجوا الرجال؟ كانوا يتزوجوا بيناتهم؟ لا خلينا من قوم لوط. انت راك تحكي لي على قوم لوط. كاينين ترونس الوقت هذاك جاك، ما كانوش يتزوجوا بين الرجال. جاك منيتك جاك، قال لك النساء كاع كانوا يقتلوهم. انا مع من كانوا يتزوجوا الرجال؟ ماشي يقتلوهم، قال كانوا يرجموهم كاع. شوف من الزمانات كان عندهم هذيك المراه، كي تزيد شغل عندهم اهانه. الاسلام هو اللي عطاه كرم المرأة. عبدو بابات محمد الرسول عبد الله كان مزوج بمرأة ولا براجل؟ بصح ماذا بكم كتقولوا على الرسول صلوا عليه، يقول لك الذي لم يصلي كان مزوج بمرأة. انا كفر عبدو، تقدرش تقول لي حاجه كيما ما هضرش معاك انت كافره يما. قولي كان مزوج بمرأة ولا براجل بابات محمد؟ كان مزوج بمرأة ولا خليه يهضر معايا الميهوب. ماذا بك ميهوب براس الكفر؟ خليه قل لي، مع مزوج عبد الله عبد الله عبد الله ابو محمد بين كان مزوج؟ انت شيطانة من الانسان. ما لا بالوش على حسب على حسب على حسب على حسب على حسب عبدو. نغلق لك المايك باسكو انت راك. على حسب عبدو، عبد الله بابا الرسول كان مزوج مع امينو. ما عايشوش عيشوا. آمن بالله العظيم تالت، أنا راني شاهد عليكم يوم القيامة، وجميع مسلم سني يأمن بالله والرسول كامل يكون شاهدين عليكم. ما تشهدش علينا. راني شاهد عليكم يوم القيامة، وجميع مسلم سني يأمن بالله والرسول كامل يكون شاهدين عليكم. ما تشهدش علينا. أنا وراسكم. لا زدت على فطرة مسلمة. ما تشهد علينا يوم القيامة يا صديقي، ما تشهد علينا يوم القيامة. يرحم والديك بابك. الله يسجيك أخي، الله يسجيك أخي. ما تشهد علينا يوم القيامة، علاش ديرنا هكذا يا أخي؟ علاش ديرنا هكذا؟ بيع يا اخو، بيع هكا يا عبدو. رانا قاعد ديزالجيريان، رانا ترحمنا سيدي ولاد البلاد وكل شيء. بيع ربي سبحانه، علاه تشكم؟ علاه تشكم والله؟ وحنا رانا ولاد تاع البلاد وكل شيء. والله تاع السعوديه واش دخلوا؟ عبدو قواد الله قرانا. راكم جاهلين انتوما، على بالكم راكم فرشه يا عبدو، شياطين الانس انتوما والعياذ بالله. بصح انت فرشة خويا، تم تفرشنا لله تاعك. يقدر يروح يهرب من انتوما شياطين الانس دونجي بزاف انتوما. وراكو تخربوا في واحد العقول تاع الناس، يكونوا ناقصين شويه دين. راكو فو ان تران دو غاتي لو موند. تي ريغول سورس وليت الكريمر قوت جيتو للجوك دي سورسيير. انت يا حشمه عبدو راني رجعت، اسمح لي. كنت نخمل فيه. لا راه مطلع عنا انت هادو الشياطين وتقول غادي نحوزهم. عبدو والله انت طلعت معايا وتبان بلي ناس بلاص. بسقسيك شويه سؤال، ما هو شكل الارض بالنسبه لك انت عبدو؟ شكل الارض كان يقول سطحيه، كان يقول غون. الرسول عليه الصلاه والسلام شبهها ب اوف تاع الاوتريش تاع النعامه. الرسول عليه الصلاه والسلام ابو بس الرسول شبهها بالبيض تاع النعامه. وين هذه؟ وين مكتوبه؟ تاع الاوتريش. شبهها بها، ماشي سطحيه. شغل جايه وين هذه؟ عميقه ماشي سطحيه. واش دخلنا دوك في الارض انا جيت نقول لكم. يعني كاين حديث يقول بلي الارض كيما البيض تاع النعامه. الرسول عليه الصلاه والسلام هو اللي قال له دونك، كي تشوف على حسب لا لين كي يضرب في لا تيغ والسولي كي يضرب في لا تيغ، لومبغ تاع لا لين
يعطي في لاليون دونك تشوف كيفاش داير لا تيغ ولا رد الدور على السمش ولا السمش تدور على الارض خويا راك حاب تبدل لي سوجي دوكا يا هيا خلينا هيا ما كاينش ترجعنا سيونتيفيك عندك حاجه واحده اخرى انت تصلي انت تصلي يا عبدو الحمد لله تصلي الصبح والفجر الحمد لله شكون اللي فيهم فرض وشكون اللي فيهم سنه كامل كامل فروض وكامل سنه في زوج الفرض شي بيقول راك 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 تسب في الخالق اللي خلقنا ها وتسب في 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 في, في, في مخلوق ربي سبحانه فضلوا على العالمين كيف كامل الفرض وكامل سنه على العالمين سيدنا الحبيب يا حبابك يا عبدو يا عبدو يا عبدو ما تزيديش يا عبدو يا عبدو يا عبدو ما تخلعنيش كيفاش كامل فرض وكامل سنة روحي تلعبي انت شيطان انت على روح وشنو هما الفرض وشنو هما السنة في الصلاة الصلاة شمل الفرض وشمل السنة الصلاة مفروض علينا الذي ترك الذي ترك الصلاة فكفر هكذا برومي اسمع برومي كيسيون كون يفون تنتيري دون تون طوم برومي كيسيون شحال تصلي من نافله في النهار عبدو والله يهضر فرونسي امين انا يحبوا يهضر مع كاسوس ايه اكسبليكا كاسوس وشنو هما النوافل كاسيس هذه كاسيس كوا ايسي باش باردون باردون غلقت لك المايك دخلها الاسلام عبدو دخلها الاسلام كاسيس لازم واش ندخلها الاسلام خويا العزاز فازي فازي كاسوس يل فو بارلي افيك توا يل فو بارلوز انسامبل عبدو Allô, Abdou ? Non, pas du tout. Je comprends pas ce que tu dis. Base. Je ne comprends pas. Je suis désolée. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je suis désolée. والله العظيم غير انايا كنت معاكم ما شاء الله المولى عز وجل والله العظيم اوكي انا الحاجه اللي حيرتني يا الميهوب الحاجه اللي حيرتني اسمع فيا قول لها هذه قول لها كاسوس قول لها واشنو كاين في الاسلام كرم الله بالك بالك ربي يهديها معك ميهوب خلينا من كاسوس الحاجه اللي حيرتني كيفاش انتم تزيريين وزدتوا في فتره nous sommes des musulmans ou on va dire que t'as changé ta région à l'âge ou je me l'ai dit que la région t'es à cause des cassus ou non à cause de cassus donc cassus elle va rentrer à l'enfer donc à cause de cassus tu vas rentrer à l'enfer parce que t'as pas vu cassus Si tu l'avais vu, tu ne dirais pas ça. Si tu vas changer de région. Toi aussi, tu vas prendre l'avion et tu changes de région. Hein? Je continue. Tu as vu que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu مي ان شاء الله الانسان ما يكونش ربي يختم له على القلب ديالو الحاجه الانسان كيموت كافر حاجه صعيبه بزاف الكافر يوم القيامه يقول يا ليتني كنت تراب انت موت كافر عبدو شكون تيري كيفاش عرفت باسكو راكو تسبوا في ربي سبحانه اللي خلق العالم كامل راكو تسبوا فيه وتسبوا في المفضل تاع المخلوقات الرسول عليه الصلاة والسلام بمفضل عبدو كان واحد كتب لك من تحته قال لك راك حشمتنا ولا راك حشمتنا انا مسلم راك حشمتنا واسمه كال K-A-L قال لك يا اخو راك حشمتنا هذا ملحد كيما انت يا هذا اللي كتبه او لا غلو غير يعاود هذا ملحد هذا يا يا قلت لك مسلم ما انت قال لك انا مسلم السلام عليكم
هذا اللي كان يهدر شكون محمد هذا انت اللي كنت تهدر لا نو عبدو بالخف نتدخل نتدخل غابيد مو عبدو شوف الطريقة تاع التهكم تاعكم هذه كان كنت نتمنى أن تكون عندكم منهجية في النقاش هذا هذا فشل طلع عبد طلع واحد ما عندوش معلومات كثيرة داتو الغير على الإسلامي تو باش يديفوندي عليه ما تقول أصلاً ما تقدرش ما تقولش على عبد جهل ما تسيبش عبد جهل تقول على عبد جهل أنا ما نخليكش أنا ما نخليك خليني عبدو 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 تقدر تكون الميكرو نصلي انا راه جي سوفي ما في عبدو ماك فاهم والو عبدو 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 اللي قال له عبدو قال له ماك فاهم والو جاك هذا ما يفهم والو والله ما حق عليك جاك لو يا هذو ملحدين عبدو راني عارف يا عبدو يا عبدو بالخف كوبي الميك خليني نشوف نكسبليكي شوف جاك الباترون تاعهم الشيكور تاعهم هنايا لو كان صح نعرفكم باللي هذا عبارة عن فشل طريقة تاع النقاش تاعكم تطلع واحد تقعد تهكم عليه الأرض مسطحة وديك العجوزة هذيك تقول له قود وكشغل واحد الهضرة واحد النيفو هابط واحد المستوى انحطاط هذا فشل في النقاش لو كان عندكم جرأة نتمنى أني نشوفك أنت جاك لوفوزا ما عندك معلومات كبيرة وديما ميهو بيسبح بيك الباترو تاعو بيستخلصوا مليح نتمنىكم تشوفك نقاش مع واحد عندي باب بالوقت 10 دقائق 10 دقائق سؤال موضوع واضح ونشوف 10 دقائق حق حكي البهلول ها ها سميني 10 دقائق المهم يكون ديبا عادل مشي تهبط وتطلع وتكوبي الميك تاعك كيما تحب محمد انت هذا هو النقاش وهذه هي المنهجيه تاع النقاش معليش تسكت شويه ولا بس ما سمعت تهضر ما سمعت ما هضرش بزاف نتوما انت اللي ما مزوج تاع الحشيه داير لايف انا ولا غير عندي سؤال مي هوبا راك قلت على عبدو جاهل وانت كيما ما قلتش ما قلتش على عبدو جاهل عبدو عنده غير على الدين طلع يدافع عليه ما قلتش عليه ايه قلت ما عندوش قلت ما عندوش بالمعلومات ما عندوش بالمعلومات اللي عنده الله غالب بالك إيه المعلومات غالب. اللي عنده وانت تاني وانت عندك طلعته الغيره اللي على بالي بها اللي على بالي بها خير من ميهوب اللي قرا في الليسي تاع عمي موسى وادبي وما جابش الباك المهم كمل دوك عندك علم انت خير من ميهوب جو سوي سير مكاش غبي كيما ميهوب هيا تفضل صديقي هضرنا على العلم تاعك حنا كنا نتكلم على زواج صغيره في الاسلام بيان سور اهل السنه والجماعه زواج صغيره معليش سمعت فارابي قبيله يحكي اللي اتهمته باللي قراني نبدا من كمل فارابي كي قال لوسيفر قال له فارابي احتج قال لكم باللي قريش ما احتجتش على النبي صلى الله عليه وسلم لوسيفر قال له فوالا خليني اوزاف سؤال واحد فينا ما راهو حايب يعرف قريش المرجعيه الاخلاقيه إيه انا ما دخلنيش جاك لوفو انا ماشي قريشي قول لي برك زواج صغيره في الاسلام حلال ولا حرام نو ايكوت 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 جيب لي اي ريفيرونس ان ارتيكل قبل 1960 يكريتيكي هذا الزواج ما عنديش مشكلة الور ما نحكيش ما كاش مشكلة حلال ولا حرام زواج صغيرة في الإسلام شوف زواج واش معناها زواج الصغيرة بالنسبة لك الصغيرة واش معناها نعطيك مثال رجل تاع 50 سنة مع طفلة تاع 6 سنين نعم ماشي طفلة تاع 6 سنين طفلة بالغة أنا نخير أنا نخير ما هو شنو غلطك المايك باش نعلمك أنايا قال لك واحد 50 سنة ما تغلقش المايك ما تغلقش باش نقول له أنت ماشي 6 سنين اسمع مليح النبي صلى الله عليه وسلم دوك نفهمك قال لك واحد 5 سنين مع 6 سنين كيفاش تقول له ماشي هذه حلال ولا حرام في الاسلام ميهو ما تغلقش المايك حلال ولا حرام خليك تسمع ايه خليني حلال ولا حرام شوف غادي نقول لك حاجه بلا ما تغلقش المايك وما توجهش لا انا غادي نجاوبك ونقول لك حاجه اسمع مليح حلال ولا حرام انا سامعني انا فاهمك يا ميهو بنجاوبك نفس الاسطوانه قاعد تردد الكاميرا أنا راح نجاوبك نفس الأسطوانة ما تحل الكاميرا لا والو ما تحل الكاميرا أنا راح نجاوبك عادي شوف هنا قاعدة شوف أي حاجة فيها ضرر لا ضرر ولا ضرار قاعدة إسلامية عامة مقصد من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية حماية النفس والعرض أي حاجة كان فيها ضرر نفسي أو ضرر صحي على الزواج حتى وكان المرأة هذه فمرها 40 سنة أما تزوج دا
داكور نشوضروا في الوقت الحالي اللي رانا فيه لوسيفر لوسيفر العبوديه فيها ضرر ولا ما كاش؟ لا لا خلي لوسيفر تشوش با نحكيو على الزوا الصغيره ما نحكيو على الزوا الصغيره يا البهلول بالله شوف كونسيرنو الزوا الصغيره راك علاش علاش تكوبي علاش راك او تجيلو تجيلو اي روح عند جيلو نظاري ما تطولش هنا روح طلع عند جيلو راك جبتها طلع طلع واسمو طلع عند جيلو روح طلع روح طلع عند جيلو راه وحده روح 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 منش راح نهرب ان شاء الله معليش خليني نكمل خليني نكمل بون نعاود سؤال ثاني واش نغلق المايك دروك ونغلق ما تزيدش تعلو نعاود سؤال واحد في الاسلام في انا غادي نقدم مصادر وتتقدم مصادر في الاسلام دوك كما قال في السؤال اللي طرح باش الالباني واحد 50 سنه مع واحد تزوج وحده 6 سنين ويدخل عليها 9 سنين هذا حلال ولا حرام في الاسلام؟ ما ما مش مقرونه باللاج داكور ماهيش مقرونه بالسن مقرونه ببلوغ المراه ليست انت تقرن فيها انت تحوست به اسكو السؤال تاعي كان الزواج في الاسلام مقرون باللاج ولا قلت لك وحده 6 سنين علاش علاش تكوبي معليش باسكو ما راكش تجاوب عليا راك تهضر مش الماك يعني الو وحده 6 سنين تتزوج مع واحد راك تحوس توجه نو انت تحوس توجه النقاش لطريق خليني نجاوب علاش ما خليكش تجاوب بلا ربي ما تجاوبها غير سليبت اقطح انا غادي نجاوب في بلاصتك شوف غادي نعطيك اخر مره ولا تجاوب في بلاصتك واحد 50 سنه اسمع مليح باسكو انا غادي نحط لك دروك عالم مسلم من اهل السنه والجماعه ما تكوبي ليش المايك ياك المايك باسكو راك عندي غلق المايك نو كيري ما نفدلك غلق المايك خليني نجاوب غادي ندير خليني نجاوب غادي عالم مسلم غادي يسالوا هذا السؤال الفوزان والصوتيه وعالم مسلم نفس الاسطوانه جيب محمد صالح العثي معليش العثيمين واش قال على زواج الصغيره يا تقول كاين اجماع جيب العثيمين واش قال يا الكذاب جيب نوباز واش قال واش قال واش قال العثيمين واش قال نوباز العثيمين انا نقول لك واش قال العثيمين العثيمين ياخذ لا لا, لا تزوجوا البكر حتى تستاذن واستئذان المراه يكون بعد بلوغها عليك تضحك عليك تضحك يا البهلول عليك تضحك وهذا دليل من باللي صح انت غبي يا صديقي تكوبات لي واش قال العثيمين اسمح لي ولا ما سمعتك قول ميهو بيعاود له قول كان يضحك إيه وش لا تستأذن لا تستأذن المشي قال كاين حديث لا تزوج البكر حتى تستأذن حتى والاستئذان حتى تستأذن والاستئذان يكون بعد التكليف والتكليف يكون بعد البلوغ تخي بيان خلاص أك عطيتنا قاعدة انت كحب تخدم بالقاعدة تاع العثيمين هكذا دوك وانت خديت هذه القاعدة يعني باش تعرف هل الزواج حلال ولا حرام ما كاش مشكله من فضلك صديقي بهذه القاعده اللي خديتها انت درك نورمالمون كاع نعرفوا بلي العثيمين لم يحرم زواج صغيره ورايه في هذه القضيه يعتبر راي الشارع بما يخص الاجماع معليش ماهوش اجماع مادام نحب كعرف بلي جاكلوفو مخالفه نو اسمح لي نو صديقي مازال ما طرحت سؤالي نو لازم نقطعك نكوبي عليك سؤالي مازال نو بدقيقه راك تقول العثيمين خالف الاجماع مانيش حايب نكوبي لك المايك كيما ميهو ما تغلطش انا خديت القاعده تاعك خلاص خديت القاعده تاعك لا تزوجوا البكر وحتى تستأذن بهذه القاعده وجاوبني من فضلك بهذه القاعده راجل تاع 50 سنه يقدر ولا ما يقدرش امبوسيبل يتزوج بطفله تاع 6 سنين بهذه القاعده افتح المايك وجاوبني هاي نجاوبك النبي صلى الله عليه وسلم الدخول كان بعد بلوغها بعد بلوغها 9 سنوات يقدر ويقدر يا صديق يا رب حتى يا صديقي سؤال راه واضح بالقاعدة تاعك اللي خدمتها مع عبد العثيمين الراجل تاع 50 سنة يقدر يتزوج بطفلة تاع 6 سنين ولا امبوسيبل ما يقدرش جاك كحسبني بوهالي باش طيحني كيما هكذا اسمعني نجاوب فيك النبي صلى الله عليه وسلم دخول على عائشة كان بعد بلوغها 9 سنوات معليش نعاود سؤالي بالقاعدة تاع العثيمين اللي خديتها انت يقدر الراجل تاع 50 سنة يتزوج بطفلة تاع 6 سنين ولا ما يقدرش
نعاود نقول لك اودي حسبني بهلولك باغي تديني البياج كيما هذا. نو ماشي انا نقول لك بالاخر مانيش حاسبك مانيش حاسبك بهلول. واش راني حاسبك دوك نقول لك واش راني حاسبك. راني حاسبك شخص ربما ذكي ربما لا ما على باليش. راني حاسبك شخص عندك قضيه دافع عليها وهذه القضيه مستحيل دافع عليها في 2024 فقط. ها واش راني حاسبك على بها السؤال تاعي راهو حرجك يعني سي با باسكو انت ماشي ذكي ولا غبي ولا بهلول باسكو سؤالي والله. واضح يا القاعده تاعك نخلو راجل تاع 50 سنه يتزوج مع طفله تاع 6 سنين ولا امبوسيبل بهذه القاعده ما يقدرش راجل تاع 50 سنه يتزوج بطفله تاع 6 سنين. عاود قلت لك ان دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه رضي الله عنها كان وعمرها 9 سنين. يا قرقور يا قرقور يا قرقور والله ما كان قرعاني يا صديقي يقدر ولا ما يقدرش. وبعد هضر لي وبعد هضر لي على الدخول الى حبيت علاش تحشموا بدينكم اسبوان تحشموا بدينكم اسبوان باسكو لو كان تقول لي يقدر سيك القاعده تاعك تسمح معاك ويعطيك الكلام. يا قرقون تغلق على رب المايك باسكو لو كان تقول لي بالقاعده هذه تاع العتيمين يقدر راجل تاع 50 سنه يتزوج بطفله تاع 6 سنين يا صديقي هذا اغتصاب. واذا قلت لي ما يقدرش مستحيل يعني حرام اذا الرسول بالاحاديث الصحيحه قام بشيء حرام وخالف العتيمين وانت شكون تبعوا بعد الرسول ولا العتيمين كيما مخيطه في لوطه. ومشكلة العتيمين ما ينكرش ما ينكرش الحديث تاع الرسول تاع ما ينكرش وما يحرمش زواج صغيرة. العتيمين لا يحرم زواج الصغيرة نقولها ونعاودها. العتيمين راه رأي شاذ لا يؤخذ به لأنه التبريرات اللي مدها العتيمين ما هيش يعني يدافعوا على الدين تاعهم بصح ما يقدروش يجاوبوا على سؤال. كان انت تطلع كيما هكا يعني تخرج خجلان بالدين تاعك يا دين ربي ما تحشمش وزيد تهضر. المشكلة تاعك انك ما تهضر ماكش حشمان ما نبالكش واش صرا لك دروك. كيما قال لك كيما درت لها كيما جاوبت كيما جاوبت غادي تدخل في الحيط. العتيميين والاخرين تاعهم حنا نهضروا على نهضروا على الاجماع وانت ما على بالكش كاع بلي ما كانش اجماع. كيفاش بن المنذر كيلقى الاجماع؟ روح شوف اليوتيوب تاعو رانا حاطين الاجماع. روح شوف الشيوخ نتاعك فقهاء نتاعك تاع الازهر راهم هم بحد ذاتهم نقلوا الاجماع في اللايف نتاعي. راكم تدافعوا على الدين تاعكم غير دفاع هكا باش تدفعوا خلاص بالتهجم بالتهكم. انا خليتك في الدوبي انا كنت قاسم بصح عندك حجه. العتيميين 6 سنين وقال لك عائشه كانت بلغه يعني انت عندك سينامي هو نطرح لك سؤال لحق لي سؤال فوالا لحق لي سؤال حبيت نطرحه لك ميهوب هكا حتجيب بينا الصباح باللايف هذا ميهوب وشنو؟ هكا معول تجيب بينا الصباح بهذا اللايف؟ نو نو ما بقيش بزاف هاني قريب ان هاني قريب ان شاء الله نصلي بغي نصلي انا حبيت نصلي نصلي الفرائض والسنن محمد يا ربك يعني طلع يعني مسكين محمد والله العظيم لا انت اسطوره يا اخويا ما نجاوبش قال لك يعني الحد ذاتك على جوابك حاب تطيحني صافي دير باللي عندك انت الحجه تاعك تطيح في فخ لو كان تجاوب. انا المشكله كان يا يا ميهوب سكيما ايتوني سكيما ايتون توجو سي لو فات دو تيرجيفيرسي على القضيه هذه تي فوا كاينه فيها لا كونفوزيون حابين يديروا فيها لا كونفوزيون زعما وشغل زعما كي تكون في القضيه هذه نفترضوا بلي كاين كونفوزيون كاين فيها زعما ضبابيه ولا شغل هذه راهي في صالحكم الدين تاعكم دونك ما اينا با ترونشي في الحاجه هذه كيما ترونشي على الحلوف فهمت صافي دير الدين هذا تاعك دين مريض سهله سهله صافي دير ميم لو كان يكون شك صغير باللي تقدر تتزوج بطفله صغيره كاين نيفون ايفونتواليتي تقدر تتزوج بطفله صغيره ديجا راه يقول لك باللي الدين هذا مريض بلا ما نروحوا كاع نقولوا باللي هاو التكست اللي كاين هاي الايه هاي واسمه هاي الاحاديث وكلش يكون برك شك باللي تقدر ديرها مع طفله تاع 9 سنين صافي دير الدين هذا تاعك مريض الدين هذا تاعك عنده مشكل كبير همجي وحشي الله أكبر
السلام عليكم. سلام. السلام عليكم. سلام سفيان وسلام. شراك خويا ميهوب لاباس؟ لاباس حبيبي. انا خويا راني جاي ندافع على خويا ميهوب اللي غايض الحال من ميهوب يدو على الفاس. هاني شاوي متلغ. ربي يحفظك يا ميهوب. ميرسي حبيبي يعطيك الصحة. ميرسي. ربي يحفظكم ان شاء الله الرجال الطيبة. معليش يعطيك الصحة سفيان. ميرسي. السلام عليكم خوتي. الزيارة حبيبي. يعيشك. السلام عليكم. سلام. عليكم السلام. تقدر نهضر؟ تقدر تهضر وي. افات حبيت برك نقول لكم بلي كنتو تسقسيو اسكو راسول 50 سنه يقدر يتزوج بوحده 9 سنين هكذا. لا لا معليش انت اسكو يقدر ما سقسيناش اسكو الرسول يقدر يتزوج. معليش عاود لي السؤال. انت مسلم ولا ماشي مسلم؟ عاود لي السؤال ما معنى نجاوبك علاش راكي تريب راك تريبوند لي بلي بلي كيستيون. بغيت نعرف اذا انت مسلم ولا ماشي مسلم. معليش تعاود لي السؤال. اسكو واحد 50 سنه يقدر يتزوج بوحده 9 سنين هكذا؟ شكرا. وراح ما حبش يجاوب على السؤال جاك. انا حوسته. انت حوسته وي حوسته بس ما حبش يجاوب. انت مسلم وهنا اللايف تاعنا نناقشوا الدين. كي يطلع واحد ما يحبش يجاوب على هذا السؤال يهبط ديريكت وبعد يعاود يطلع ما كاينش مشكل. حبي دوموندي دوموندي بس حنا نناقشوا الدين. تفضل. يقول فلاون والسلام عليكم وشالوم وإيدن وكا. انا انسان أريد أن أعرف ما به الإنسان. سوف أتكلم بالعربية الفصحى كيف كتفهم؟ واش غلقوا لي بار في أقبو هذا هو بهم؟ يا رب واحد بأطول اسم طلع معنا. سلام سلام. هرقل هذا. طلعت لا محمد جاوبنا على هذاك السؤال اخويا. انت بغيت تجاوب انت عندك معلومات. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح ميهوب. لاباس وين؟ صباح صباح. عندي سؤال من هامور. تفضل خويا واش السؤال تاعك؟ حبيت نسال من هامور. معليش يا رب ربك اني مخلوع. يصبر صبر شويه. كبس 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 ما تكبس لي مقود يا رب. ميهوب ديكتاتور. وي الو. وي واه بونسوار بونسوار تو المون. وي ميهوب جي جوست اون بتيت كيستيو بور توا. ان فات جو فيان داريفي سور لو لايف اي جي اونتوندو كو سي تون دارنيير لايف. است كو سي فري او سي جوست دي رومور؟ وي الحمد لله وي شوي غوني على الاسلام الحمد لله. Non, c'est pas vrai, parce que tu vois beaucoup de monde qui m'aime. Non, non, mais l'islam c'est mieux. Oui, mais l'islam c'est à part. Mais toi, est-ce que c'est vraiment ton dernier live ou c'est juste les gens qui parlent? Oui, Inch'Allah, oui, bien sûr. Alhamdulillah, j'en ai marre de l'islam et de Aïcha. Maintenant, je vais parler des adultes. Et nous, alors, Mehoub? Ça y est, maintenant, on s'est attaché à toi et tout. Il y a Jack ici, il y a Amina, il y a Cassius, il y a Lucifer. Ah, mais c'est pas pareil. Enfin, je vous aime tous, il n'y a pas de souci. Jack, Amina et tout, il n'y a pas de souci. Mais toi, Mehoub, c'est encore ta le Daraja le plus haut, comme on dit. Astaghfirullah. Merci, merci. Ouais, en tout cas, si c'est le cas, Mehoub, après, c'est ton choix. Moi, je respecte. Je vais partir en vacances, Inch'Allah. Ah d'accord, donc tu reviendras dans quelques jours.
Pas quelques jours, mais Ouais, Enfin, enfin. quelques semaines. j'ai pas compris ton pseudo. Jack le ouf et Mihoop, quoi? Note, hey, tellement je vous aime, toi, enfin, Mihob en premier, après toi en deuxième, Jacques le fou. Ouais, mais c'est quoi ton pseudo? J'arrive pas à comprendre. Jack le ouf et Mihoop. Et après, Hein? qu'est-ce qui est écrit après? Je sais plus. Pourquoi il y a écrit quoi? LETLEDJI. Je sais pas ce que ça veut dire. Non mais hey, mais à force franchement je me suis attaché à vous. Enfin Mehoob, toi, Mina, Lucifer et tout à l'heure quand j'ai entendu Mehoob qui va arrêter, franchement j'étais un peu triste la vérité. Non, non, je vais partir en vacances quelques semaines et je reviens. Ok. Il faut Ben que je. je fasse la prière et tout. Ouais. D'ailleurs, rien pour le faire, Mihoub. Inch'Allah, Rabbi. Ok. Bon, Merci, ben, je vous Mohamed. Il n'y souhaite a pas de bon souci. Je serai soir. Il là, n'y a pas de Inch'Allah. souci. Oui, Mohamed, Brésil. Mohamed, Brésil. Il dort encore. Mohamed, pourquoi t'as fermé? Allah billah. محمد البرازيلي تفضل خويا محمد البرازيلي هذا غلق والله وحصل ونشوفه شكون قبل انا طلع لك صاحبك جاك يعاود تسقسيه قول له هل انت مسلم الو الو السلام عليكم. الو الو وي ديميس الو الو وي ديميس راكم تسمعوا الو وي ديميس باك تسمع ولا الو اسمع باش باك نقول لك كي كنت ما نامش بالاسلام تاعي بالك ما كنتش تخرج ما من البارة كنت صغير يا باسكو رحت نجاوبك على سؤال وانت يا زعما شغل تجيب الوقت تو بالك انا كي كنت نعرف بليك الاسلام سا فيان با دو ديو ما سمعتش بالك كنت تصوم مام شعبان رجب جونفي ولا ما على باليش انا مي خلونا نجاوبو يا سيدي. الو مالو؟ وي وي ديميس؟ ديميس الو؟ وي ديميس؟ فولو جاك اتفضل لا تفضل اتفضل ايه راك تقعد ولا خلينا نهضروا راكو تسقسيو خلينا نجاوبو بالك نعطي لكم دي زانفورماسيون بلوس ما تعرفوهمش ولا لا اعطي اعطي خير اعطينا اعطينا ايه شفت كيفاش انت كنتو تهضروا على واحد 50 سنة يتزوج بوحدة 9 سنين انا نقص لك 25 سنة 50 سنة هذيك نقسمها لك على زوج وهذيك اللي عندها 6 سنين فوا دو صافي 12 سنة واحد 25 سنة ما يقدرش شغل يتزوج بوحدة تاع 12 سنة فهمتني وواحد يتزوج بوحدة تاع 6 سنين ولا 10 سنين ولا نزيد شوية 15 سنة أنا نسموه بيرفير راك سامعني أو بعد كاين دي فوا جوست أن كونسيي وما على باليش سي كوا تون أوبجي فوتر أوبجيكتيف في لي لايف كي راكم ديرو فيه مي بصح سي سي بور أوفري لي زيو تاع لي جون سي با كوم سا فوز أتون تران داغريسي لي جون Il faut donner des informations avec conviction et tout, c'est tout. Mais sinon, j'en suis sûr, à la conférence de la live à Ado, qui compte n'a pas que l'islam ne vient pas de Dieu, ben, je ne sais même pas. Mais il ne faut pas agresser les gens. Des fois, il y a des gens qui il faut donner des, je sais pas, des arguments avec conviction et tout. أبري واحد يطيح ولا يسبكوا حبطوا علاش ديري تعطينا علاش تعطينا عقلية ما فهمتش
ما راناش نعطي عقلي شونس، سي ان كونساي مليح واحد اسمع داكو داكو ميم دي جرون اسمع علاش راك تعطينا في لي كونساي؟ باسكو نقول لك علاش راني نعطيكم لي كونساي. دومانديت لك تعطي لي كونساي صديقي. هي راك تاغريسي فيا اخويا، على بالك اسكو دي دومانديت لك جرون اسكو يا دومانديت لك اسمع قلت دي لك جرون اعطيني دي شيرش كونساي؟ دي جرون يا دي جرون سافون، واحد ماشي قاري ويسمعوا له، على باسكو بالك بالك ما على باليش tu vas je sais pas il faut pas agresser les gens intimider les gens هذا ماك ومن بعد شغلك فوالا صح. سا ديبون لوبجيكتيف تاع اللايف. بوكو توا tu nous agresses j'ai pas compris s'il faut pas agresser les gens ما علاش tu nous agresses شغل اه سي 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 اه سي 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 tu nous agresses اسمع يا دي تروك يا والله كي تجي تعطي 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 لي كونساي يا دي تروك يا دي برسوي سوسم شويه كان اه سوسم شويه كان جا انا اهضر من عينيك اهضر اه بابا 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 Ah bah bah Alors, tu es en train de nous agresser quand tu montes et tu donnes des conseils qui ne sont bah. absolument pas sollicités. Tu nous agresses. Ak tnaqsna men qimtna. Tfahem hadchi chi ou la ma tfahemch? Ma na3rfek, ma ta3rfni, ma chkouki. Tqla3 3ndi, ta3tini des conseils, mach lazem ndirou, ma lazemch ndir. La sa dépend l'objectif live inek. Ibni rak ti quoi? Sa dépend l'objectif live inek. Ma sqsitni, sqsitni chou l'objectif ta live ta3. Le bienvenu. Je vais partir là dans ma calme parce qu'il y a des points, je suis d'accord avec vous. Femme, je suis d'accord avec معليش يا صديقي الا راك داكور معنا داكور ما تعطينيش ما تروحش عند الناس ما تعرفهمش وتعطيهم لي كونساي طلع واحد هذه نورمالمون سنه اولى تعلموها ما تروحش عند عباد ما تعرفهمش تعطي لهم في لي كونساي تقول لهم واش يديروش ما يديروش اللايف كيسي بيبليك لا راه يدير لك موعظه يا جاك سي با بيبليك واش نحل وانا كاين مضبرات سلوت شغل شغليك نعاش او غير غارة او غير غارة دي بوان دو في دي مود دا مضبرات سلوت ابرت شغليك تري بيان بالك اسمي ها سيرسي سي جوست باسكو دي بوان سي حطو ايه معليش حطو في الشكاره حطو في الشكاره وديه معاك كيمو ميرسي بوكو اه تعيط يا ودي كتشيني والله سي نورمال سي نورمال نعيا ياش على يفو يكوتي تو لو مون امي ستمر معليش تو تو بوكو بلوس ديكسبيريونس تو ا بلوس ديكسبيرتيز ابارامون تو سي كو تا بوكو بلوس دو تاكت بوكو تو نوفريري با ان لايف اي تو فا فير دو بيان ا تو لو مون اه سي جوست والله ماشي زعما مي لا تي با اوبليجي لا كريتيك بلو فاسيل سي جوست سي ان لايف يا ابار هو اللي غادي نعاشو في كارد مون بوان دو في ومن بعد زعما يتسلي دار نعاشو جو تامبوز با زعما العقليه انه نعاشو سي جوست باسكو ولا اللي لايف نول شغل لوبجيكتيف سي دوفري لي زيو او جون تو سي بيان سوي داكور افيك فو فامي ومن بعد سي جوست اسي ان كونسي ابري ما لازم احفو فولي كونتيني اغريسي لي جون باسكو لا ودي تعرف من الحال سا سبي كو يا دي جون شغل از مارست فضل نيس il va continue continue on t'écoute c'est très intéressant قبل كجاك صافي لونتون ما تفكرتش لي سي دي كي طلع هذا تفكرت لي سي دي كي ترايا صافي لونتون ما فكرتش في لي سي دي انا ما فهمتوش واش كان يقول كان يعطينا في نصائح ميهوب كيفاش لازم نسيروا اللايف تاعنا جو ديتست سا بيتام مزيان ما سمعتوش انا كون سمعتو كنت مزيان ما سمعتوش ولا مزيان ما سمعتوش لو كان سبيتو لو كان اون بليس قبايلي يقول لك مي هو بيكره القبايل السلام السلام عليكم لي كفار صافا موطوندي وي وي 5 sur 5 je peux poser une question اتفضل Dites-moi bah, franchement la vérité, la vraie, vraie vérité. Comment vous avez gagné d'argent là cette année avec l'islam, grâce à l'islam? Je sais pas. Est-ce que tu poses la même question aux imams? À mon divin, il sait tout. J'ai pas besoin de lui poser des questions, lui. Il sait tout. Non, mais l'imam, il gagne de l'argent en parlant de l'islam, non? Tu lui poses des non, questions? Non, 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 mais. Oh, t'es toujours en train de jouer, Jacques, toi. Tu veux tirer, tripler, tu veux tout en même temps. Parce que si j'y pose des questions.
Combien Tu d'argent vous avez utilises, gagné tu avec utilises. l'islam Il n'y a pas de cette souci, il année? n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Tu utilises un argument qui dit, si tu gagnes de l'argent en parlant de l'islam, Mais c'est l'islam, on parle de je sais l'islam pas, là. répare ton micro là. Si tu recherches ton téléphone, enlève le chargeur. Il y a un bruit bizarre. Attends, 2 secondes. Ah, c'est mieux. Vous Donc m'entendez voilà. là? Ouais, c'est mieux. Donc si tu Voilà. utilises un argument qui dit, si tu gagnes de l'argent en parlant de l'islam, c'est mauvais. Donc, l'imam et les savants qui parlent de l'islam et qui gagnent de l'argent, eux aussi, tu dois leur poser la question. On est Mais d'accord ou pas? j'ai déjà posé la question à eux. Donc, ce n'est pas bien ce qu'ils font, les imams et Ben les si, savants de l'islam. c'est bien, parce que c'est pour la Oumma, ils continuent à agrandir la Oumma. Ah, Mais mais c'est quoi la vous, différence allez en entre. vacances, vous. Il n'y a Mais pas oui, pas en vacances, de j'ai souci. entendu Mioub. Mioub, Il n'y a pas de Satek, hein, souci. l'islam. C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais chasseur? Allez, ben, il est bon et hein, il est mauvais. Oui, mais c'est quoi la différence? Ben, c'est ça. Ben, Hein, il est bon, dis-moi, hein, il c'est est quoi la mauvais. différence? Mais c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais chasseur? Hein, il est bon, hein, il est mauvais. Oui, mais concrètement, pourquoi l'un est bon et l'autre est mauvais? Ah, ça, là, tu viens voilà, au but. C'est Allah, il a permis un hein, qui soit bon et l'autre qui soit mauvais. Allah. Oui, Allah. Allah, le seul que tu détestes le plus. Alors, je te dis, le mauvais chasseur, tu vois, il vise, mais il voit la proie, il tire. Mais tu vois, c'est un mauvais chasseur. Par contre, le bon chasseur, lui, Je peux il vise. deviner. Et voilà, le bon chasseur, il vise, il voit une proie, il tire. C'est un bon chasseur. Ouais, mais ça, c'est moi, c'est des proverbes, ça, pour moi. Moi, je parle de la vraie vie, là, je te parle, Jacques. Je parle pas Mais. des trucs, un chasseur, un bon, un mauvais. Moi, je parle de la vraie vie. Non, tu as juste, je faisais une analogie par rapport à ce que tu as dit. Si vous Justement, non, gagnez de moi, je te parle de la l'argent, vraie vie, si vous je te. gagnez, si vous gagnez de l'argent en parlant de l'islam, alors que c'est ça saurait. Si vous gagnez de l'argent en parlant de l'islam, ce que vous faites est très mauvais, parce que Franchement, justement ça serait honnête vous de me gagnez. hey, ça serait honnête de me dire la Voilà, vérité, très Jacques. bien. Je te coupe, Mais sinon, excuse-moi, Jacques, je te coupe. je te ferme ton rebal mic jusqu'à ce que je finisse. Vous avez une incapacité à laisser les gens finir, c'est incroyable. Je répète, tu as utilisé un argument. Tu as dit, si vous gagnez de l'argent en parlant de l'islam, ce que vous faites, c'est pas bien. Je t'ai dit, d'accord, si tu veux, on prend ton argument. Donc, tous ceux qui parlent de l'islam et ils gagnent de l'argent, c'est pas bien. Donc, est-ce que ça s'applique sur les savants et les imams? Tu m'as dit non. Donc, d'où la différence entre un bon et un mauvais chasseur, même s'ils font la même chose? C'est bon, je peux parler. Déjà d'une, j'ai pas dit, comme tu dis, vous gagnez de l'argent grâce à l'islam. Comment t'as dit ça à la fin encore? J'ai oublié. J'ai pas dit que quoi c'est pas bien. Je t'ai demandé la question tout simplement. Combien vous avez gagné d'argent avec l'islam cette année? J'ai pas rajouté ce que toi tu dis, c'est pas bien. J'ai pas dit c'est pas bien, j'ai rien dit moi. Où est-ce que je mens là? هذا ما عندوش دي زارغيمون خصو غير يعرف شحال انا ندخلو دراهم عندوش دي زارغيمون وي عصام عصام وي السلام عليكم. وعليكم السلام مسا توقر تجيحو يعني بهذا اللايف هذا تسبو ربي تسبو الدنيا. عيش حياتك نورمال برك يا صاحبي، تحبسو تدخلو للناس يعني الحاد صح الذريعة. وانت والله ملحد ولا واحد ما مسلم؟ راح يلحد، والله واحد ما يدخل. وانت مسلم ولا ملحد؟ انا مسلم اخويا. انتم ما مسلم بقاو اختي غير مسلم تغبلوا في بعضكم، انتم في 4 من الناس توجور تتلاقاو هكذا غير تهرفوا في بيناتكم برك زعما تطيحوا وتحرشوا بالدين والدنيا. واحد ما يدخل للالحاد. علاش قلت لنا تسبوا ربي وتسبوا الديانة؟ علاش قلت لنا الكلام هذا؟ ما فهمتش. لا بالك جاك فلو انت ديجا جاك لو فو ولا وشي. لا بالك انت اكبر صامت في هذه الحياة، في هذه الدنيا كامل انت هو الصامت. وي في الحومة، في الحومة يعيطوا لي عجوزة حكمت سراق. اي وبيت والله غير عجبني الحال وبهدل بيكم. على بالك هذاك السيد كيمو ولا ما باليش وعطى لك الو حكم باهين. اقسم علاش قلت لنا راكم اقسم تسبوا، بالله علاش قلت لنا راكم اسكت تسبوا اسكت ربي اسكت والدين؟
ايوا اسكت الزهير، خليني انا نهضر. لاباك هو عطاك دي كونساي باهيين امشي بيهم. حبيت اخويا تهضر على الالحاد وهذيك، اهضر نورمال يا اخويا، ما تسبش ما تجبدش الدين برك. همكم غير هذيك 6 سنين وتسع سنين وزوج بيهم، هذيك حاجه تاع الرسول. هذيك عطيني واحد دوك راه يزوج بوحده قل من 15 ولا 16. والله غير قنعتني يا عصام. مازيش قاعد نهضر على زواج صغيرة، قنعتني بالحجه تاعك يا خويا. عطيني واحد زوج بها دوك، اعطيني واحد زوج. ما نقدرش قنعتني. اش قال لك اجاك؟ قال لك اليوم ما راهمش يديروها باسكو اليوم ماشي حاجه مليحه. صافي دير الرسول دار حاجه اللي ماشي مليحه اليوم. هذه حاجه تاع الرسول، هذيك حاجه تاع الرسول. بصح الرسول كون خطبك انت في بنتك 9 سنين تعطيها له؟ تعطيها له؟ كون عندك بنتك 9 سنين ويخطبك تعطيها له؟ نعطيها له. كون الرسول يقول لك المرأة آمين، معليش كون الرسول يقول لك طلق مرتك واعطيها لي تعطيها له؟ نعطيها له. كون الرسول يقول لك اعطيني الترمة تاعك تعطيها له؟ نعطيها له. الرسول نعطيها له. واش يدير؟ واش كي تعطيها له واش يدير؟ واش يدير بها الرسول؟ واش كي تعطيها له واش يدير بها الرسول؟ يا اخي جايح يا اخي، راك كبير صاحبي، راك كبير. جاك الوفوة. بالله العظيم راك جايح. دار لك اونشان وميهم. نعطيها له. كاسي لا با كومبري تو سي. يا اخي جا يا اخي حاله يا رب يا اخي. il veut donner tout ça au prophète محمد دا كاسيس سو كاسام لا اسام. والله لا بالك انا بالك راك تغيط على بالك. انت يا لاباك ديجا راك طايح في واحد مولا 9 سنين. انت يا ميو راك طايح في واحد مولا 9 سنين طايح في واحد. يا رب il veut donner son derrière sa femme sa petite fille. انت كنت كنت تدخل البلاد من المطار ما يزيدولكش. انت يا دي جاي تبعتك تهم تاع اغتصاب الطفل. انا على الاقل من مت مؤخرتي. انت تمد مؤخرتك اول ثاني جزائري في حياتي. يا اخي قرع يا اخي استغفر الله يا راك قرقر على بالك. راك مؤخرتك ديجا كنت ناحي انت كنت ناحي المطر تولي ترانا برك على بالك. بك احنا الجزائريين غير تولي ترانا. بك احنا الجزائريين عندنا النيف الا المؤخره. يا اخي حاله يا اخي تبهدله. اغتصب طفل صغير في مولا 9 سنين. استغفر الله واتوب اليه. مؤخرة يا ربك بنتك مرتك. اي 9 سنين راه طفل صغير راه بيبي على بالك تطمع فيه انت. بيبي تطمع فيه انت وخلي 600 مليون تاع لونسياج. او عطاكم قبيلة هذا الكيمو ميم راه ملحد هذيك. بس اخويا والله غير صفقت له اخويا. عطاكم دي كونسي باهين يحكيو قصروا في بعضاكم هذيك ولا تسبوا وتحرشوا بالناس والدنيا. علاش ما سمعتش؟ لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. تحية الملحد كيمو. انا عطاكم دي كونسي امشيوا عليهم اوريكم جاكلو فوق مرف كي حل لي كام هذيك. نقول لا حول ولا قوة الا بالله. في عمره 70 سنة زحي بقات له عاد صيموت الزحي. ربك هادو الناس هادو اكزيستو في الجزائر. علاش يا عصام غير كما يقولوا غير والفها برك غير والف يا عصام. غادي تسمع زواج صغيرة انا نقولها لك في وين ما تدور اللايف اللي تدور فيه غادي تسمع زواج صغيرة تحب ولا ما تكرهش. حتى يخرجوا كاع تبقى غير وحدك انت تهبل تروح انت تاني تحوس تا ولا هذا كيمو. باسكو الناس كيما هذا كيمو انا ما سمعتوش واش قال. سي دوماج باسكو الا قالها سي فريمون ان غيول باسكو ما على بالوش واش راهم يسمعوا كلش مع الا 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 غيان كومبري. عائشة حتى 2000 5400 بيان سور لونساج هذه عجبتني. هذه تاع لونساج تاع خونت 600 مليون هذه ماشي تاعي نورمالمون هذه تاع كريم وحصلوها فيا انا.
قالت لها وحده مسكينه طلعت هي الدواء سموها الدواء عاودوه. ليها المهم راهو. وانا نقول لكم جماعه نقول لكم ميرسي بور لامور. هذا كثير نونو ما خلاص جماعه اسمحوا لي نقول لكم ميرسي بور لامور. ميرسي ما تنساوش تحبوا بعضكم بعض، ما تنساوش تهلاو في بعضكم بعض. نشوفكم ان شاء الله على كلكو سيمان، تبعونا ان شاء الله في وسائل نقدروا ندير لكم ابديت. Je vous aime tous. Merci à la support. Merci à la Sahara. On se voit comme Inch'Allah à قريب طريقة أخرى. L'essentiel, Inch'Allah, Inch'Allah, بربي نرجعوا بقوة. وإلا ما رجعناش ما كاش مشكلة، يعني الخلفاء الراشدين. أنا ما نديرش الوصية هذيك ما نكتبهاش، مانيش حاب نكتب الوصية. شكون اللي يكون الخليفة الأول والزوج الثالث؟ هذا الشيء أنا كما يقولوا اتركوا الناقة فإنها مأمورة. ابان جو دي دي بون فاك كي واش يقولوا نوت ما غاديش يديروا الباكونس كاسي ستي دوخ و تي لا جو لي تسويتي ان بون فواياج محوب ميرسي ما شير لا نو مانك اون سو فوا اون سو فوا دون كيلك سيمين وي اي ميرسي ميرسي بوكو مي زامي على لي سيبورت اوكي ما تنساوش الحب الكلمه تاع الحب اللي قلتها لكم جامي تنساوها توجور تفكروني اونسي جامي ولا باسكو راني راح نتلاقى مع واحد العلماء والائمه اونسي جامي ما نرجعش ولا ما تنساوش هذيك الكلمه تاع احبك جو تام توجور توجور خلوها بيكم اوكي جاكو امينه لكم ميرسي 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 جو تو سوات توسي بون سواري اجوردي ما كتبش عليك شويه تري تري كول جو تو سوات توسي ان بون فواياج ميرسي مي هوب مي سوميز ميرسي ميرسي مامي Et Aïcha, elle est toujours avec moi. Je ne pense pas que ça ne sert à rien à parler à Amina parce que je sais qu'elle dort. Ok, bonne nuit, mes amis. Aïe, je vous remercie.